يلا بينا نشوف أخبار البلد من مانشيتات سريعة، نبدأ مع بعض. السيسي يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية. رئيس الحكومة يصدر قرارا بإنشاء مجلس أعلى للتعاون برئاسته وعضوية 10 وزراء. النائب العام يكلف وزارة الآثار بإرسال خبراء لفحص الآثار المضبوطة بإيطاليا. قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقوات البحرية. تشييع جثمان علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق من مسجد الشرطة بأكتوبر. الأمم المتحدة تكرم 3 جنود مصريين ضمن قوات حفظ السلام لاستشهادهم أثناء الخدمة. وزير الزراعة ارتفاع صادرات الخضار والفاكهة ل 2,880,000 طن. هيئة قضايا الدولة تنقذ خزانة الدولة من دفع 174 مليون يورو. ضبط نائب مدير مطار سوهاج بحوزته 10,000 قرص مخدر قبل تهريبها للكويت. 156,000 طالب وطالبة يؤدون غدا امتحانات الثانوية الأزهرية. نيوزيلندا تعتزم قتل 150,000 بقرة للتخلص من سلالة بكتيريا مسببة للأمراض. محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب في القاهرة 9 يونيو قبل السفر إلى روسيا.